أنا وصلت البيت بخليك الحين. ما يصير، أخاف أخوي يكون هني ويسمعني أتكلم معك ويسوي لي سالفة. وين أطلع؟ سند، أنت تعرف مبدئي أنا في موضوع الطلعة شنو؟ أعرف إن الساعة 8 بس ما أقدر. سمعيني يا مريم، طلعي مع صديقتك وتعالوا المطعم، ما فيها شيء. أحلي يسمع يقول أنا عازمكم على شقتي. ليش؟ أنت عندك شقة؟ ليش أنا ما خبرتك؟ صدقين نسيت؟ وش حقه ماخذ شقة؟ حق مغامراتك العاطفية ولا شنو؟ يلا بسرعة اعترف. ضحكتيني. أنتي لا تغيرين السالفة. بعدين قولي لي، انت ما تبي تشوفيني ولا شلون؟ يلا عادي يا مريم، تعالي لقصرين ثقيلة، انا اليوم عازمك في المطعم الصيني. ما ادري الصراحة، ما اضمن يخلوني. سمعيني، انا بنطرك في المطعم الصيني، ان يدي ترى بكون اسعد انسان، والما يدي بتكوني خسرتي اجمل سهرة معاي. انا محتاج لك يا مريم، محتاج لحنانك ومحتاج السانديني. نفسيتي تعبانة من الشغل والبيت، زوجتي بتشيبني وبتذبحني ناقص عمر. أنا وحدة أدرس بالجامعة، شنو الغريب إني أتعرف على واحد؟ ما تبغوني اتزوج ولا شنو؟ تتزوجين بالطريقة هذه؟ وين العادات والتقاليد في حياتك؟ وين التزامك في دينك؟ ما تقهروني الا يوم تقولولي التزامك بدينك. اي التزام هذا؟ انا صلاة ما اصليها. وليش ما تصلين؟ احد مانعك؟ لا، ما حد منعني، بس ما اشوفكم اهتمين اذا صليت ولا لا. انا مستغربة من كلامك هذا، انت باي طريق ماشية؟ احنا صدق اعطيناكم الحرية، لكن طريقكم هذا وايد يخوف. ليش تحاسبيني أنا بس؟ كل خواتي كذي، جيت علي أنا؟ نعم؟ إيش قلتي؟ خواتك بعد؟ يما أنت وين عايشة؟ بزمن الغوص ولا شنو؟ على الأقل طريت زمن الغوص أتشرف فيه، أهم شي كان عند الوحدة اسمها وسمعتها. بس إحنا مو زمن الغوص، أرجوك يما، لا تحاولين تلعبين دور الأم اللي مهتمة ببنتها. إحنا تربية خدامات، الحين يوم كبرنا جايين تفرضون علينا اسلوب عجيب وغريب؟ ما يصير يمه، ما يصير. للاسف كلام الدريوي يؤكد كلام بدريه انها ما شافت حد ولا حد شافها. ما يصير كذي يا جبر، هذيلا اربع بنات، انا من رايي انك تتشد عليهم، لا عندهم اخو ينتبه لهم ولا يلقي لهم بال، وانت الله يهديك لاهي وتركض ورا البيزات. الحين قطيت الغلط علي انا؟ منو اللي يركض ورا البيزات، انا ولا انت؟ يا نوره وين اروح مطاعم صينيه الحين؟ الله يهديك وراي اشغالي، انا مو فاضي حق سوالف ريج هذه. الله يخليك يا غانم، ابي اعرف مريم هذه احلى مني، اطيب مني، اشيك مني، ابي اعرف عنها كل شيء. يعني يا غانم ليش ما يطلع معاي؟ بدون ما يطلع معاها انا زوجته، وطلعته معاي طلعة شرعية، لا بيقعد يتلفت ولا بيخاف من شيء، ايش معنى يطلع معاها وما يطلع معاي؟ ما تقول لي، جاوبني. الله يخليك يا غانم، اذا تحبني سوي اللي اقول لك عليه، أحسني بموت من القهر إذا ما أعرف. ترى أنا اللي بروح لهم المطعم واللي فيها. خلاص أخلص أشغالي وأروح أشوفهم، بس إذا شافيني شو أسوي؟ ما تقولين لي؟ حاضر، باتلثم وبروح أشوفهم. أنت لو تسمعين كلامي وتطلعين من حياة هالريال كان ارتحتي وريحتي، لكنك عنيدة.
ديمة، ما تسمعين الباب ينطق؟ الباب؟ لا ما سمعته، بروح أشوفه. منو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلطان، متى رديت من السفر؟ اليوم. خالي موجود؟ هي نعم، اقرب. بسم الله الرحمن الرحيم. كملت أسبوعين يا خالي، الرحلة كانت طويلة لكن الحمد لله رجعنا سالمين غانمين، وإن شاء الله الأجر حاصل. أنت شو أخبارك؟ طمني عليك، شلون صحتك؟ ما نقول غير الحمد لله، لو الواحد فيه العلل كلها، بس أنا مو اللي خبرك لولي. وقتك كيف حالها يا سلطان؟ والله يا وديمة وضعها صعب، البيت فاضي وهي قاعدة بروحها، عشان كذي أنا قررت أني أكمل نص ديني وأتزوج ويب زوجتي وخليها عندها. هذه الساعة المباركة البنات ما بيحاوشون أحسن منك. ولقيت هذه البنت ولا تباني أدور لك واحدة سنعة؟ والله يا وديمة عشان كذي أنا جيتك. أنا اللي عارفة أن جبر أخوك عنده 4 بنات وكل واحدة أحسن من الثانية، وأنا جيتك الصراحة أبيك تساعديني في هالموضوع. بنات يبر؟ Thank you. Hello. هلا نورة. ما اشوف احد. الظاهر الريال غير رايح. لا لا خلاص، قررت اتعشى صيني وامري لله. بس عاد ها فاتورة هذه بتكون على حسابك. زين يلا اذا صار شيء بخبرك. مع السلامة. يعني انت لازم تبين رفيجتك؟ ما تثقين فيني شنو؟ على العموم انا وصلت المطعم، انت وينك؟ خلاص علي انا بدخل داخل انطركم. باي. أعرفك على صديقتي نسمة. حياك الله يا نسمة. زيت يا عبير، أنا بصراحة طفران وزهقان. عفا عليك بس يا سند، إحنا كم سند عندنا؟ الله يسلمك وتفضلي، هذه الهدية لك. ولو أدري إن صديقتك وياك كان جبت لها هدية بعد. مشكور. إنزين شنو بتأكلنا الحين؟ إيش تبون، عادي ولا سبايسي؟ انا بصراحه باخذ عادي، ابرد على قلبي شوي، كفايه الحراره اللي فيني والسبه انت. ما
ماشي الأخبار؟ هلا مزون، شو أخبارك؟ الحمد لله، أنتي شلونك؟ نورة، بغيت أسألك إذا قدرتي تدبرين المبلغ ولا لا؟ إذا ما تقدرين عادي ترى، بشوف لي طريقة ثانية. إيه بس لا تضغطين على عمرك. خلاص حيل، أنتظر اتصالك. مع السلامة. تقول أعطوني فرصة لمباشر. يمكن المرأة ما تقدر. مدام ما تقدر خليني أدور لي على شغل أحسن، تراني انذليت أكثر من لازم. الله يهديك يا بنتي. يعني ما قلت لي مرتاح مع منى في المكتب ولا لا؟ لا تذكريني يا عبير، اللي قاعد يصير لي شيء مو طبيعي. ايه بس ما جاوبتني مرتاح ولا لا؟ ما ادري، الله يستر من الميتة. ايش رايك فيها؟ الحمد لله، انا بروح اغسل يدي. صراحة رفيج تيتش ربط لساني، مو قادر اخذ راحتي. احسن احسن. انت ليش تكرهيني يا عبير؟ لانك في المكتب مو بمعبرني، كله قاعد مع منى ومريم وباقي الشله. خلي ولون زين، هذه كلها مجاملات. شلون يعني؟ يعني ما في حد غيرك يا عبير، بس انت جامت شوي وصاحبه المنال. لا تنسى يا سند، انا كاتبين كتابي. ما نسيت، بس اقول يا عبير، شو اللي خليش تطلعين معاي وانت كاتبه كتابك على رجال ثاني؟ ممكن افهم؟ بصراحه الرجال اللي انكتب كتابي عليه مو بنفسك. انا ادور على واحد يقدر الوحده، يعرف شلون يجذبها بكلامه. وحضرته من اي نوع؟ اكتشفت انه هو ما يناسبني، يعني وايد جاف جامد وكلامه كله ممل. تعبت وايد نفسيا، افكر اطلب منه الطلاق. كان المفروض تكونين اكثر حرص في سالفه زواجك. شو اسوي عاد؟ ضغط الاهل، عشان كذي تهورت اليوم وطلعت معك. سند، ايش رايك تجي تعطي دروس خصوصيه عن المراه؟ صراحه يا نوره، مريم طلعت بنت وايد حلوه. قاعدين طول الوقت ضحك وناسه، هذا غير الهدايا اللي قاعد يوزعها. ضحك معاها وايد. ما سمعتهم ايش كانوا يقولون حق بعض؟ زين ومريم هذه احلى مني؟ لو يلف الدنيا كلها سند ما راح يحصل واحده في رقتك وحالاتك، لكن شو نقول في حظك الاغبر. يلا يا نوره، ما بازيلش غصة. يلا اختي، تصبحين على خير. يا مريم، أبيك تخلصين هذا الملف اليوم. ملي البيانات علشان الموظف ياخذ راتب آخر الشهر. سند، إيش فيك مبوز علي كذي؟ ولا هذا عقاب عشان ما رضيت أطلع معك البارحة؟
عفوا، أي وقت ثاني؟ لحظة يا زينب. نعم. يعني شنو بتين وقت ثاني؟ احنا وين قاعدين؟ في البيت ولا في مكان عمل؟ لا شفتكم مشغولين، قلت يمكن عندكم شيء. لا ما عندنا شيء، وتعالي كملي شغلك، وعن الهمز واللمز اللي ما له داعي. على ذنكم. هذا شو بيعصب؟ الصراحة مع حد يا زينب، ايش قصدك اروح وياكم وقت ثاني؟ اللي سمعك يقول عندي شيء خاص معاه وانتي دخلتي وقطعتي. بصراحة الريال هذا انا ما ارتاح له، احس انه خبيث. حرام عليك يا زينب، ولا عشان شالوه من منصبك قلبتي عليه؟ تفضلي، ابيك تشوفين هذا التعميم وتتاكدين انه ما في اخطاء املائيه علشان نوزع على الموظفين. زينب، بقول لك شيء بس يبقى سر. خير؟ ايش صاير؟ توعديني يكون سر؟ اوعدك انه يكون سر بيننا. زينب، انا احب سند وسند يحبني. زين، وبعدين؟ ويبيني اطلع معاه. نعم، انت ايش قلتي؟ انتي نيتي؟ صدقيني طلعت بريئة، يعني مطاعم بس. تدرين انا ما عدت صغيرة، واتمنى اني اتسهل واكون لي اسرة، فما فيها شيء لو اقدم شوية تنازلات. تقومين تطلعين مع واحد نسونجي مثل هذا؟ حرام عليك يا زينب، سند ريال والنعم فيه، وكل البنات يتمنونه. مريم، انت قاعدة تشوفين المظهر الخارجي، ما تشوفين شنو بداخله. بعدين هذا انسان متزوج، شلون تهدين بيت واسره بسبب انانيتك؟ زينب، ايش فيش طايحه فيني؟ اصلا هو عنده مشاكل مع زوجته ويبي يطلقها. انت ايش درات انه في مشاكل بينه وبين زوجته؟ مريم، تعرفين انه انا ايش كثر احبك واعزك، بس سند هذا ما ينفعك. سند هذا لعوب، لسانه حلو اي صح، لكنه يضحك عليك. ليش؟ اخوة تحرش فيك وانا ما ادري؟ ايه هبي، والله حط اصابعي في عيونه. مريم، حاسبي على عمرك وفكري في كل خطوة تخطينها. تفضل. طلبتيني؟ ايه نعم، حياك. صراحة ريحة المكتب صار حلوة، ما كانت كذي قبل. صدق؟ يعني اعتبر هذه مجاملة جميلة منك. لا مجاملة ولا شيء، انا بصراحة ناوي ان نفتح صفحة جديدة، ومثل ما يقولون ما عقب العداوة الا المحبة. عيال تفضل حلي. تدرين عاد، انا محتاجها هذه، لان نزلت 3 كيلو بعد اللي صار. ردينا شكلنا قبل شوي، ممكن بنفتح صفحة جديدة. لا والله ما كنت اقصد شيء، سامحيني. انزين سند، انا الصراحة بغيتك بشغلة، بس اتمنى ما تفهمني غلط. افعليك، وليش افهمك غلط اصلا؟ انت ما تسوين الا الصح. انا بكلمك الصراحة بحكم انك نايبي وتعرف اني ميتة. ليش كل هالمقدمات؟ قولي ليش في خاطرك. أبيك تشوف لي من يتكلم عني من البنات وتبلغني.
شنو هذا احمد؟ استيراد من وراي؟ مو من وراك، هذه شغلة خاصة فيني وحبيت. مو من حقك تسوي شيء من وراي وتقول خاص فيني. هد نفسك يا جبر، انت كنت رافض استيراد هذه البضاعة من البداية، قلت انا بستوردها على حسابي الخاص واذا ربحت مالك خص في الربح. عجيب، هذا كلام جديد يا احمد. جبر، احنا دائما مختلفين في وجهات النظر، يا اخي ليش ما نفضها الشراكة ونفتك؟ اييك الراي عادي يا احمد، اذا انت ما تبيني نوبة انا ما بيك عشر. اسمع، اتصل بالمحامي خلي يجهز فض الشراكة، ابركها ساعة. تسلمين. ما ادري ايش فيه، قالب علي خير شر، مع اني ما سويت له شيء. انت الحين ايش حق مزعل نفسك؟ الخير في ما اختاره الله. والله ساعات احس انها حوبة وديم، سبحان الله، مو مترقع من يومها، كل شيء مقفل في وجهي. ترى انت ذبحتنا بوديمة، اذا تهذي فيها لهالدرجة ومسببت لك الم وقلق خلاص يبا رجع لها حقها وريح ضميرك. والله ودي، بس فشيلة، فشيلة قدام الناس وقدام بناتي قدام وديمة. طول عمري أقول لهم وديمة ما لها حق عندي، شلون أغير كلامي عقب هالعمر؟ ما أقدر، ما يصير. ترى ذبحتني ما أدري إيش تبي. مروان لا تحرك السيارة، أنا راجع الجامعة. ليش ما نطلع نتمشى شوي؟ لا بس حبيت أقول لك شغلة شغلتني من البارحة. قولها، إيش فيك؟ مروان إحنا لمتى بنتم نتقابل كذي؟ متى بتي تخطبني من هلي؟ بجاوبك بس قولي لي، صاير شيء عندكم بالبيت؟ مضايقينك بشيء؟ أنت جاوبني قبل، متى بتي تخطبني من هلي؟ يا بسومة يا حبيبتي، دمها ما ضايقوك في هالموضوع، ليش تسوين في عمرك كذي؟ انت تشكين فيني؟ لا انا اشك في نفسي وما اشك فيك. بس ليش تبين هاي الموضوع؟ شيلي من بالك خلاص الحين، وعلى فكره ترى في شيء بوجهك متغير. متغير فيني؟ شنو؟ كل يوم تصيرين احلى. ايش فيك اليوم؟ شكلك فيك شيء شغلك عني. افكر، قصدي افكر فيك وفي مستقبلنا. حياتي مستقبلنا واضح، ما يبي له اي تفكير. طلق زوجتك هذه اللي مغربلتك ومأذتك ومخليتك طول الوقت شارد الذهن، وتزوجني انا وعيشك عيشة ما تحلم فيها. وعد مني انك تندم على كل يوم قضيته مع زوجتك. هذا هو مستقبلنا باختصار. انا ما اشك في هالشيء، مو انتي منى حياتي. متى عاد يا سند؟ انا مو صغيرة، انا كبرت، وبعدين الخطاب يتناقصون، هو بصراحة انا خايفة. تعالي، على طاري يتناقصون، ماذا طالب مني أخلص لها مناقصة الكمبيوترات الجديدة؟ أحب تسأل ليش تأخرت؟ أنا رايح أشوف عبير وراجع لك. لما ترجع نكمل كلامنا. ذكريني أنت بس. خالتي لما تبي تمين كذي؟ قلنا لك الريال مو موجود. يمكن يرجع، ما تدري. اسالك سؤال يا خالتي، ما دام هو ما يبي يشهد لك
انت ايش لا تبين تجبرين؟ انا على الاقل ابغي اعرف ليش هو غير رايه فجاه كذي. مهما كان الجواب الريال ما راح يشهد لك، وابيك تعرفين شيء واحد، ريال يترك عياله 20 سنة مو غريبة عليه انه يتركك في يومين، وان شاء الله فهمتي كلامي عدل. هذا عيبكم انتو يا الحريم، تحبون التملك. مو بغلط عيالته بالريال ينطون زهرة لزهرة. والله انت تستاهلين الواحد يعيش لك بروحك ويشم عبيرك عبورة. يعني اذا تطلقت يا سند بتاخذني؟ ايه ليش لا، يعني انا بلاقي احسن منك، بس عاد هذه اللي عندي في البيت صاكة علي صكة مو راضي تفج. والله يا خوفي انك تلعب بعواطفي بس. افا افا بس يا عبورة، هذا حكي الحين. زي سمعي، ايش رايك نروح ناكل اكل فرنسي؟ لا مشكور، مسوية رجيم. زي ايش رايك بالايطالي؟ بيتزا خفايف. قلت لك مشكور. عال تدرين ايش رايك بالياباني؟ بالعيدان والله ولا تشبعي. إذا اتصل سير قولي له رحت بيت ماما، أوكي؟ يس مدام. قدرت أدبر لك 1300. سامحيني يا نورة، هذه إمكانيات. وأنا جبت ذهبي علشان نبيعه وبنشوف كمية. إيش فيك طالعني؟ واجد فيك بتصرفاتك. أنت يا نورة إنسانة قوية، إنسانة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لكن للأسف سند ما أعرف قدرك زين. يعني كل ذي لأني بغيت أساعد إنسانة عزيزة على قلبي؟ أنت تبغين تساعدين إنسانة وتبغين تساعدين في الوقت نفسه أنت محتاجة من يساعدك وينتشتك من هالعذاب مع هالحقير، وهذه قوة منك. لا تنفخني وايد يا غانم، ولا يعني في هالزمن الواحد إذا وقف مع الناس خلاص مسوي شيء كبير. من وين جايب كل هالصبر اللي عندك؟ أنا ما أدري. أنا متمسكة بصبرين مثل ما يقولون، صبر على ما تكره، صبر على ما تحب. اليوم ميثي طلبتني في شغل. يا أخي اكتشفت إن هالسنة وراقي، إحنا ما أدري ليش طلبناه. يعني خلاص نقول مبروك على ترقيتك. سند خير يوي. حامد جاي من عمره وجايب لك مسباح، تفضل. ما شاء الله ما قصرت، وايد حلو. ايه بس ترى للتسبيح مو للزينه. وانت شي يخصك؟ ما قلنا شيء، مجرد كلمه. لا مو مجرد كلمه، بس الظاهر قمتوا تاخذون راحتكم بعد اللي صار. على ذمكم. شي فايدة. انت عنيدة وما تسمعين الكلام. انا عنيدة علشانك، علشان صحتك. انا ما بي صحتي وانت قاعدة تذلين نفسك، انت تعبيني زيادة.
منو هذا بعد اللي جاي؟ لا تظنينا عيسى، ما راح يجي. انتوا لو بس ما تحن. ممكن ادخل بيتكم؟ تفضل، البيت بيتك. البارحة ما رقدت بسبب اللي سويته. ايش سويت حضرتك؟ يوم اخذت صورة منى، مو من حقي، حرام. خلاص رجعها. لا، انا بيها. تصدق اسماعيل، البارحة من الساعة 12 للساعة 2:30 وأنا قاعدة أتأمل وياها، ما خليت شيء ما تفحصته. وياها انطبع بخيالي، يعني ممكن أرسمها الغيبة. ترسمها؟ الصدق يا دافينشي، أنا خايف عليك تهين مثل ما ينجمي البثين. قابل شغلك أحسن. نقيم الحقيقة، أنا جاي أعتذر عما بدر من بدرية من التصرف. الحقيقة أنا عاتبتها. عاتبتها؟ وإن شاء الله ما أذيتها بالعتب. وديمة، ليش ما تكونين أنت متسامحة؟ ليش دائما تصعبين التعامل معك؟ اسمعي يا سيف، يبر يشوفني مو متسامحة. خلينا نفتح صفحة جديدة ونعيش في راحة، بس من خلافات. اللي يسمعك يقول إني أنا السبب. ما كان المذلة والمهانة اللي أشوفها منك ومن عيالك أنت السبب فيها. وديمة، ما لا داعي تتشكين للناس. الشكوى لغير الله مذلة. أنا مو بناس، أنا أخوها، لا تسوي فرق. أنت اللي أخوها عشان ما سكت على بنتك وهي ترشها بالماي. هذه لو كانت بنتي عشان بستبريلي وما هديت لما تحبري لعمته. بس هذا الفرق اللي بيني وبينك. أفهم من كلامكم أنكم ترفضون اعتذاري؟ المفروض تي بنتك تعتذر، بس لأن ما وراها ولي يعني حضرتك تغطي على عيوبها. أنا غلطان اللي أعتذر. هذا أنتي ما تتغيرين، حاطة دوبك ودوبي. اعتذارك ناقص صدق النوايا والإحساس بالذنب. صدق إنكم ما فيكم خير، قاعدين في بيتي وتسبوني. بس هين، تعرفون جيمتي زين الحين. البيت هذا ما بيتك بروحك، هذا بيت أبويا وأنا لي نصيب فيه. تسمعني يا يبر؟ وديمة، أنا ما أقدر أتحمل الهمز واللمس. أخوك ذلني، خلينا نطلع من هالبيت. لو أسكن في خرابة. شو السالفة؟ انت ما قلتي لها اختك برا تترياك؟ قلت لها حبيبتي، بس خليها تخلص مكالمتها مع الرئيس التنفيذي. هنادي؟ هنادي عندي؟ شو السالفة؟ شرطة؟ قلت ايه اشوف اختي شو مسوي في شغلها الجديد. حياك، تعالي مكتبي طلبي لنا شاي. اوكي؟ ان شاء الله. الصراحة آخر وحدة كنت أتوقع أنها تزورني المكتب. ليش؟ لهالدرجة أنا مو زينة؟ لا يبا، أتغشمر وياك. هنادي، ترى جدك أتغشمر وياك.
لا منتي خالية، شفيتش صاير؟ شفيتش؟ أنا في مصيبة، مصيبة كبيرة ومف عارفة شلون أطلع منها. مصيبة؟ مصيبة شنو؟ أنا غلطت غلطة كبيرة، الحين ما عارفة شو أسوي. خرعتيني، إيش صاير؟ أنا حامل.